معلش يا جماعة، البرنامج بيقطع عليا في أحلى حتة في الشرح، حاجة مأساة بجد، معلش. طيب أصل أنا حقيقي متضرر من الموضوع ده جدا، يعني بيقفل من غير ما يديني حتى هنت إنه قفل، فأنا بفضل مكمل شرح شوية حلوين. طبعا أنا بحاول أرجع أعرف أنا وقفت فين وأكمل تاني شرح. أنا ساعات بشتغل بالدقيقتين والتلاتة وبعدين أرجع أكمل شرح تاني، فمعلش إن شاء الله I will try to fix this issue. المهم، تفتكروا مين الريل ومين البروفايلز؟ I would say ان احنا نختار دول as the first rail second rail، وبعدين ادي الكروس سكشن الاولاني وادي الكروس سكشن التاني، فعلى طول بيقوم عامل لي الايه الشكل بتاعي او الديزاين بتاعي. فخد ده ريل وخد ده ريل وراح عامل سويبنج ما بين التو بروفايلز دول، فعمل لي الشكل ده. طيب عندنا اوبشن تاني في رول ان جنرال في راينو، سمارت رول كده، بيقول لك ان انت مثلا لو عندك حاجه عامله كده خلاص وحاجه تانية عامله كده، وبما اننا لسه واخدين لوفت وعايزين نلوفت ما بين الادج ده والادج ده، مع اننا ما عندناش خطوط خالص هنا، دي سيرفيس او كلوزد بولي سيرفيس ودي كلوزد بولي سيرفيس، لو كتبنا كوماند لوفت دي حاجه كده اوف ذا شيلف عشان اكمل بناء عليها، لو قلت له لوفت ما بين ده هو لوحده هيديتكت ان انا مسكت حاجه اسمها سيرفيس ايدج، وبعدين هنا برضو حاجه اسمها سيرفيس ايدج، فهلاقيه راح موصل لي ما بينهم بسيرفيس على طول باللوفت من غير ما اروح ارسم خط ومن غير ما اروح ارسم خط خلاص. فده كده حاجه ذكيه عاملينها في كل الكوماندز اللي بتانكلود كيرفز، يعني سويب ممكن اعمل كده، سويب 1 وسويب 2، لوفت ممكن اعمل كده، اكسترود ممكن اعمل كده، اي حاجة بختار فيها كيرفات حتى لو الخط مش مرسوم بقدر اعمل الحركة دي. ففي سويب 2 هنا اهو انا عايز اكمل بقية الجيومتري بتاعتي، بس انا ما عنديش كيرفات هنا خالص غير البولي سيرفيس المقفولة دي، الاليبس اللي معمول لها اكسترود دي، بس عندي هنا خطين مفصولين. فانا بما اني هستخدم سويب 2 يبقى انا محتاج اتليست 2 ريلز اللي هم دول وبروفايل كيرف عشان اقفل الشيب بتاعي اللي هنا ده. فهقول له سويب 2 ادي ريل وادي ريل، وهختار انا لاحظت ان الاثنين دول واقفين هنا، فهختار البروفايل كيرف ده وادوس انتر، فهتلاقيه راح اعمل لكم الجيومتري دي. This is بنسميها يعني a very complicated surface design، بس بتلاتة جيفنز. يعني دايما اللي انا عايزكم تفكروا فيه من دلوقتي ازاي اوصل للديزاين بتاعي باستخدام which جيفنز، يعني انا محتاج ارسم ايه بالظبط عشان اوصل لانهي ديزاين بالظبط. والموضوع اكسبيرمنتال، يعني انت وانس ان انت رسمت الحاجة بتاعتك تقدر دلوقتي امسك الكيرف ده وافتح له الكنترول بوينتس واقعد اريديزاين فيه شوية حاجات، وبعدين اسويب تاني، ايه ده لا ما ينفعش، طب اعدل شوية حاجات تانية واريديزاين تاني، طب الاليبس دي مش عجباني، طب اقوم مصغرها او متخنها وات ايفر. وده اللي كنا بنتكلم عليه، موضوع ان احنا وي نيفر ديليت الكيرفات بتاعتنا اللي ابتدينا منها الانيشيشن اوف دروينج. فدايما حافظوا على الكيرفات بتاعتكم. I hope ان sweep 2 بقت، طبعا sweep 2 فيها sweep 2 point انا ما شرحتهاش دلوقتي، بس you might need it later on، حاجه اسمها sweep 2 point. لو انا مثلا عندي نقطه حطيتها زياده هنا وقلت له في الاكسرسايز ده ان احنا اعمل لي sweep 2، ده الريل وده الريل، وبعدين الكروس سكشن الاولاني الكروس سكشن التاني، وبعدين بقول له نقطة اهي ومرضيش عشان النقطة مش عارف يرص، عشان الريلز بعيدة عنها انا متأسف. فلو الريلز دي او ممكن نخلي النقطة دي في النص يعني ونرفعها فوق شوية عشان ياخدها معاه في اعتباره، هنجرب برضو مش عارف هتشتغل ولا لا دلوقتي، بس خلينا نقول sweep 2 ادي الريل وادي الريل، وبعدين ادي cross section، بعدين point، فراح مودي لي ده عليها
هو مستناش مني بروفايل تاني، هو اعتبر ان دايما دي بتبقى اخر حاجة. اوكي طيب زيها زي سويب 1 بتاخد بوينتس يعني. نيجي للحاجة اللي بعديها اللي هي حاجة اسمها surface from network of curves. دي كده الكوماند اللي قبل الأخير خلاص لموضوع الـ advanced creation of surfaces. الـ surface of net from network of curves بتاخد any number of curves in both directions. in both directions اللي اتكلمنا عليها الاتجاه U واتجاه V أو الاتجاهين in general. فأنا دول عندي أربع خطوط، اتنين منهم في الاتجاه ده واتنين منهم في الاتجاه ده، فنقدر نقوله network surface اللي هي دي، أنا آسف اللي هي دي surface from network of curves اسمها network surface. بنختار دايما في الكوماند ده بالذات بليز اختاروا اللي في الاتجاه ده الأول، أو اللي هما اللي في يعني كل اتجاه في السيكونس بتاعه. فأنا هختار اللي في ال V مثلا الأول، وبعدين اللي في ال U، أو اللي في ال U الأول وبعدين ال V، وبعدين بندوس Enter. فهتلاقيه مرتب لكم ال curves بتاعتكم A B C D، وبعدين بيطلع لنا شوية options هنا، و A دي correspondent للي انت عايز تعمل ايه في ال edge بتاع A وال edge B وال edge C وال edge D. فهنا هتلاقي عندنا two options بس، و two options مقفولين tangency و curvature، هنشوفهم كمان شوية. نقدر نخليهم loose يعني ما يمشوش على الخط قوي، او نخليهم position فنحافظ على ال edge ده، هندوس اوكي okay فيطلع لنا السيرفس. بس الفكرة في position ده انه بيحافظ لنا على ان السيرفس تبقى طالعة من الخطوط اللي احنا مدينها له. طيب لو ادينا له two more curves فنقدر نقول له network surface. انا هختار برضو ده وده وده عشان دول في اتجاه واحد، وبعدين اختار ده وده وده عشان دول في اتجاه واحد، ودوس اوكي فيطلع لي surface. بس المرة دي هنا لو انتوا لاحظتوا في دي هو خد برضو decisions لوحده انه surface تمشي كده وتمشي كده براحته، انما لما اديته خطوط دي اجبرته انه ان surface تعدي عليهم، فالسيرفس عدت عليهم هنا وعدت عليه هنا. لو كنت مديله كيرف اكتر هنا وكيرف اكتر هنا كان هيحاول يمشي عليهم بالعافية. طب نيجي في حالة لو انا عندي سيرفس بعمل لها باتشنج، يعني ده جزء من سيرفس وفي جزء تاني من هنا وعايز اقفل الحتة اللي اتقطعت دي، فهقول له نتورك سيرفس knowing that ان انا ما عنديش كيرف هنا اصلا، ده ايدج بتاع سيرفس فهختاره، هو لوحده هيديتكت ان انا بمسك الايدج ده، وبعدين همسك الخط ده، وبعدين همسك الادج التاني برضو اللي ما عنديش كيرفات عليه، وبعدين اختار الدايركشن التاني. سوري مش ده، ده هتلاقيه راح مرتبهم برضو A B C D مظبوط. وبعدين طلع لي تو مور اوبشنز اللي اتكلمنا عليهم اللي هو موضوع كيرفتشر وتينجنسي لتو كيرفز بس منهم، كيرف B وكيرف D اللي هم اتاتشد بسيرفيسز. لو انا قلت له خليهم بوزيشن اوكي هلاقيه عملها وكل حاجة، بس هتلاقيه دي ودي ملتزمين قوي بالخط مش محترمين التو سيرفيسز. لو قلت له خليهم محافظين على التينجنسي بتاعت السيرفيس هتلاقيه ابتدى يخليها ماشية معاها قوي، بتبان جدا في الريندرد مفيش قطعات. ولو قلت له خليها كمان كيرفتشر هيحافظ لنا قوي على الكيرفتشر بتاعت السيرفيس، هتلاقيها شكلها نظيف. نيجي لو انا عندي الموضوع ده من الفور سايدز، يعني عندي سيرفيس من هنا وسيرفيس من هنا وسيرفيس من هنا وسيرفيس من هنا وعايز استيتش ما بينهم، فاقول له نتورك سيرفيس اختار ده ايدج مش موجود له كيرف، بعدين كيرف وبعدين ايدج مش موجود له كيرف، وبعدين ايدج بتاع سيرفيس، وبعدين كيرفاتي 1 2 3 وبعدين اخر ايدج. فهتلاقوا اللي نوروا لنا الاربعه، اقول له اوكي فيعمل لي ستيتشنج للسيرفيس من غير ما احتاج ان انا اعمل اي حاجة تانية او اي كوماند تاني. This is the most decent way of creating a surface لان برضو الكنترول بوينتس بتاعتها بتبقى عليها وبشكل نيت. فبليز يعني لو في اي surface مش عارفين نعملها باستخدام any of the يعني previous commands، فهنلجأ حاجة واحدة اخيرة مشكلتها انها مش نيت ومش نظيفة وبتقل الفايل، بس somehow you might يعني get lost في البروسيس بتاعت الحاجة اللي انت محتاجها ومش عارف تعملها ازاي، فهتضطر تعملها باتش اسمه باتش. وباتش جاي من الترقيع او الرقعة
اللي هو احنا